تنفيذا لتوجيهات حضرة صاحب الجلالة ملك البلاد المعظم وأمر صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء بتوزيع 6800 خدمة إسكانية على المواطنين، واصلت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمستفيدين من مشاريع مدينة سلمان ومدينة شرق الحد ومدينة شرق سترة. كما واصلت الوزارة إجراءات صرف التمويلات الإسكانية للمواطنين، وقالت إن إجراءات تسليم الوحدات السكنية للمواطنين تسير بخطى متسارعة وفق الجدول الزمني المستمر حتى نهاية شهر فبراير المقبل، منوهة بأن الوقت الراهن يشهد إجراء المواطنين المستفيدين للسحب الإلكتروني على الوحدات، ومن ثم توقيع العقود وإنهاء الإجراءات القانونية تمهيدا لاستلام مفاتيح الوحدة السكنية. كما تواصل الوزارة إجراءات صرف التمويلات الإسكانية للمواطنين المتقدمين بطلب الاستفادة من تمويلات تسهيل بأنواعها الثلاثة، بالإضافة إلى تمويل مزايا الفئة المستحدثة. وبينت وزارة الإسكان والتخطيط العمراني أن الإقبال على تقديم طلبات الاستفادة من التمويلات الإسكانية عبر الموقع الإلكتروني يشهد تناميا مستمرا من قبل المواطنين. فرحة ما تنوصف، يعني استانسنا، يعني هالانتظار هذا من يعني اول ما جاني الاتصال استانس، يعني لان الحين احنا بننتقل لوحده سكنيه جديده. الحمد لله رب العالمين ان من مقدم على الوحده السكنيه وجاني الاتصال، وكنت مستانس فرحان، وخبرت البيت والاهل وخبرت امي واستانسنا. وبهالمناسبه السعيده حبيت نشكر جلاله الملك ولي العهد. أول ما طلع علينا البيت يعني فكرنا إن نطلع من مكان ضيق إلى مكان أوسع، الحمد لله.